في هذا موجود. يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم من فيديو جديد من ألعاب بوكس لجهاز نينتندو سويتش. طبعا هذا مو أي فيديو لألعاب بوكس، مش أي فيديو ولا أي ألعاب بوكس، هذا شيء خاص جدا، ممتاز جدا، لحظة مهمة جدا وتاريخية لنا كلنا بمستوى أجهزة جديدة. صحيح. زي ما سوينا في البرو وإكس بوكس ون أس، شوفوا الفيديوهات شوفوها، صحيح رهيبة برضو. لكن هالمرة معانا الجهاز نينتندو سويتش، الجهاز اللي أثار الجدل حوله كثير في دمج ما بين المحمول والمنزلي، الجهاز المنزلي. صحيح. طيب عشان ما نكثر كلام يا أبو حميد، نفك الجهاز. هنا جهاز كذا، بعدين الكرتون صغير طبعا، مو زي في إرشادات. أوكي. في إرشادات. أوكي. حلو، حاطينا هنا. حلو. بعدين. بس الكرتون صغير ترى، صح؟ إيه. ما هو بحجم الكراتين الثانية اللي يعني حقت الأجهزة المنزلية الكبيرة، لا. طيب وهنا الجهاز. الله. نينتندو سويتش النسخة النيون بلو ونيون ريد. إيه. طيب. أوه. أنت تأخذ الجهاز. طيب يلا. يلا. أنت بتأخذ الشيء الرهيب وأنا بأخذ. جايكولز. والله كلهم رهيبين صراحة. إيه. هذا جهاز كامل، تخيل. هذا هو الجهاز يا جماعة، هذا هو الجهاز. بسم الله، نقول بسم الله. هذا هو النينتندو سويتش. تخيلوا، تخيلوا يا جماعة، تخيلوا. يا الله. ترى أنا خاق، ترى دقيقة أصبر. هذا الكيك ستاند. حطه كذا. الجوي كون صراحة كواليتي حقها مرة عالي. هي ما مره مو بنينتندو، انا مره مو بنينتندو، توقعت اسوء من كذا، ارخص من كذا. الازارير ضغطتها مره حلوه. ايه صحيح. صحيح. لا حتى كواليتي بلاستيك كذا ملمسه جميل، تحس انه فعلا. طبعا هذه اليسار فخمه، هذا اليسار فيها الانالوج والاسهم جايه طريقتها كانها ازرار، وهذا اليمين. هذه اليمين زياده عليها فيها اي ار من تحت، شوف هذا الاي ار. اوكي، اي وريهم كذا. اوكي، هذا الاي ار بالنهايه في الكلوز اب. طيب وفي برضو نفس الحكايه، نفس الازرير، بس الفرق انه الانالوج تحت. طبعا لما تيجي تلعب لحالك، تلعب زلدة ولا شيء، تقدر تمسكهم زي كذا عادي، كانك جايب يده بي اس 4 وفاصلهم. هنجرب الاحساس هذا، ما ادري، احس كذا شعور غريب صراحه. طيب. انك تمسكهم مفصولين. هذا الشيء اللي هو اظن الجريب ولا شيء، ستراب تحطه على الجوي كونز، تحطها اظن كذا. اوكي، يصير سهل عليك تضغط الازارير هذه حقت الار ولا لا. شوف طب بعدين ترى ما انفتحت، ما ادري ليش. لا تضغط هذا الشيء. ايه ضغطته، تكون ضاغط وانت تشيلها. اوه طيب. لازم قوه شوي. لازم قوه. افا طيب. اكيد مساله تعود يمكن. طيب وش اللي جاي؟ قول لي. في اتش دي ام اي كيبل معاه، وفي الجريب هذا عشان اذا جيت يعني للبيت. خلاص تجي تحط الكنترولرز. خلنا نسويها كذا. لا لك احمد، في كلوزر. والله شعره حلو. خلاص يصير كنترولر عادي. انا ترى ما في الطرف حقي جهازي ما طرف مع الجريب. لا ما طرف مع شو اسمه البرو كنترولر. فحتلعب على هذه. فبلعب على هذه في البدايه. اي طبعا سلك الكهرباء اخر شيء موجود في العلبه اللي هو الدوك. هذه القاعده هذه حط فيها الجهاز، حطها زي كذا. خلاص اوكي كذا صار كونسول. جميل. وفي فتحتين يو اس بي، وبعدين في برضو من ورا في فتحات ثانيه. هنا تحط الاتش دي ام اي حق التلفزيون، وفي فتحه الشاحن، وفي فتحه يو اس بي زياده. اوكي. وتصير تمررها من هنا، في فتحه هنا عشان تقفل عليها ويصير بس اسلاك طالعه. جميل جميل جميل. وكيف ممكن اركب الجوي كونز في اساسه؟ حلو. في السويتش في النهايه. في شوف شوف اسمع لحظة يا ولد، هذه غير شوي. طيب والجهاز الحين بكم يا أحمد؟ الحين رسميا في السعودية ب 1900 ريال. لا تضيق صدر الناس. الجهاز سعره الرسمي بكم؟ اطلبوه من أمازون 300 دولار.
سعره 300 دولار. ولو تنتظروا شوي ممكن الاسواق المحترمه زي مثلا جرير والاسواق الثانيه لا هم بيبيعونه ب 1900 ترى. لا لا ما راح يبيعونه صدقني حتى والله اتوقع يبيعونه 1900 لانه رسمي موزه. لا لا مستحيل. يلا شوفون تحدي وبنرجع وبنشوف ايه. بنشوف. طب قبل اشغل في كم شغله نسينا نتكلم عنها ايه. اول شيء المنفذ حقه يو اس بي سي، عندك فتحة الألعاب هنا تحط شريط هنا. حلو. طيب ولا تاكلونه طعم رخيص. بعدين في عندك الفوليوم يعني حجم الصوت تغيره من هنا. بعدين هنا في كيك ستاند اللي هي هذا اللي عشان أحط السويتش على الطاولة تحتها في منفذ مايكرو اس دي. صحيح وتقدر تحط 2 تيرا بس الى الان ما صنعوا 2 تيرا الان اعلى شيء 256. بس يا اخي لاحظت برضو غير منفذ الصوت والجيم كارد في مراوح فوق وتحت هذه المراوح اظن الرئيسيه وهنا في تهويه برضو فتحات تهويه هذه اظن عشان الدكت عشان اذا حطيتها هنا لانه اذا حطيتها هنا يسوي له اوفر كلوك ويخليه اقوى فيستخدم المروحه فوق ممكن. طيب احمد شغله بما انه جهازك طبعا فلازم تشوف. يا ولد حركات شين اسمه صوت ايوه. ايش عندك من تعليقات يا تعليقاتي ان الجهاز شكله مره رهيب صراحه من اكثر الاجهزه اللي تحمست لها ما ادري ليش لانه نتندو سووا شيء مره كويس في الجهاز يعني يقول شيله ليش جويكونز يوز لف ستيك زي التوتوريال فيه في البدايه اي اعدادات بدايه. طيب الحين قاعد يقول لي نيك نيم وما نيك نيم شوفوا حاطين صور للبروفايل زي نظام بلاي ستيشن تعرف لما تختار الصوره الصغيره هذه الايقونه صار صار في هذا حاطينها صوت يطلع من الجهاز لا ايوه في صدى في الموضوع إيه. طيب هذا اللي كان عندنا اليوم لألعاب بوكس أو أنبوكسينج وفتح صندوق لجهاز نينتندو سويتش. إذا عجبكم الفيديو سوونا لايك وسبسكرايب وشير في كل مكان. وترى شوفوا على فكرة غير الفيديوهات اللي موجودة هنا وهنا وين هي لا هي تحت إيه. غير الفيديوهات اللي موجودة تحت ترى في فيديوهات ثانية جاية إن شاء الله بنلعب سويتش وبنوريكم وش الألعاب اللي ممكن نلعبها فيه. نشوفكم على خير. فما الله مع السلامة. مع السلامة.